تواصل جمعية وفاء زيارتها الميدانية لمرضى المجاهدين في مناسبة عيد الاستقلال والشباب. وفي حديث لرئيس الجمعية حميرية عبد الرحمن قال ما يلي حول هذه الزيارات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم احنا في دار بقاري موسى المدعو خميسي. احنا زرنا في إطار زيارات أو سلسلة الزيارات التي قمنا بها خلال الاحتفال بالذكرى 55 لعيدي الاستقلال والشباب، وزرنا بعض المجاهدين، واليوم لنا نزور عمي خميسي أو عمي موسى بقاري في بلدية الشرفة، وراه من سكان بلدية الشرفة ومن مجاهدي بلدية الشرفة ومن أبطال بلدية الشرفة ومن تاريخ بلدية الشرفة ومن عظماء بلدية الشرفة. حالات الصحية مأساوية، حالات الصحية حرجة، وبالتالي احنا زرناه في المنزل نتاعو رفقة العائلة نتاعو، وجينا رفقة الدرك الوطني وهم مشكورين، وكذلك رفقة من الزملاء أعضاء جمعية وفاء لحماية وتخريج مؤثر الثورة التحريرية، لكي نطلع على أحواله ولكي نتمنوا له الشفاء العاجل، وإن شاء الله ربي يطول في عمره، ولما لا ونحن نزور عمي خميسي في يوم كبير، يوم سعيد، يوم فخر، يوم اعتزاز، يوم الاستقلال، يوم الحرية، يوم التاريخ، يوم العزة، يوم الكرامة. بفضل عمي بقاري احنا ننعم بالحرية والاستقلال، وإن شاء الله ربي يدوم هذه الحرية ويدوم هذا الاستقلال ويدوم هذا النعيم اللي رانا فيه ويدوم هذا الاستقرار والأمن اللي رانا فيه، بفضل أمثال عمي خميسي، بفضل المجاهدين، بفضل شهداء الثورة التحريرية. ولهذا ارتأينا أن نزور عمي خميسي ونكرمه. كنكرموا عمي خميسي ما هوش تكرم مادي ولكن تكرم معنوي، بس نزوروه ونقولوا له يا عمي موسى احنا رانا معاك، وانت راه مازال عندك رجال وراك، والجزائر كيما حررتوها انتم بالامس احنا لنا ان شاء الله مازلنا كذلك نواصلوا في الرساله نتاعكم، الرساله النوفمبريه، رساله الاستقلال، رساله الحريه ان شاء الله، وربي يطول في عمرك وربي يشفيك ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشكركم في هذا الموسم اللي راكم زرتوني فيه في بلدية الشرفة دائرة عين الباردة. دروكا نستمروا في مسألة التاريخ تاعنا تاع الجزائر. الحمد لله رانا شاركنا في الثورة في 58 مع سي عبد الله مراح، عبد الله بن حمادي زرقو، ومن بعد نوليو بوحكام مبروك، برغوث إبراهيم، بهلولي مجيد، نزيدون عديو لنا البيجو بو حمرة سي العربي، كاين واحد يقولوا له احمد بلركا زرقا، واش يقولوا يونس الشرقي. ومن بعد عديت للحدود، حدود بيننا بين تونس، قعدت ثم مع صلاح بو شقوف وشاد لي بن جديد حاكمين الحدود، من ثم درنا ماركه ثم. هاو التاريخ، هاو التاريخ، هذه تاع هذما تاع قاوري، وكانت عندي فيستة تاع وبراء أني مديتها، كان جابو دي بروس كيف كيف أني مديته، راه ما خصني والو كي زرتوني أو من نهار اللي استقلينا، قداه رانا 55 سنة ما زرنيش واحد، هذا ساسايت لقى معايا في البلدية. بصح أنتم اليوم راني نشكركم ياسر، ماهوش قليل، ولاية عنابة، المدير تاع مركز الثقافة، جمعية الوفاء، الحمد لله يا ربي راني فرحان ياسر مش شوية، راني نسمى وليت صغير اليوم، والله اليوم راني وليت صغير، هذه أول خطرة أني نهضر ونعاودها. الحين بمناسبة إحياء الذكرى 55 الاستقلال وبمناسبة عيد الشباب، وارتأينا رفقة جمعية الوفاء لزيارة عمي خميسي، مجاهد بطل من أبطال الثورة، معروف على مستوى البلدية وعلى مستوى دائرة الباردة وعلى ولاية عنابة، من أجل نطلع عليه زيارة، نطلع على حالته ونكرموه
تكريم ولو كما نقولوا نفسي والله معنوي كما نقولوا يعني له الكثير. شكركم ياسر. ولو كان ما هو بالك احنا ماناش لابسين هذه البدله هذه اللي ماتوا عليها 1.5 مليون من الشهداء. ربي يحفظه ويطول في عمره. بهم هم استمدنا الشجاعه واستمدنا الاخلاص والنيه في العمل. عمي خميسي نعرفوه هنا احنا كما قال لك بصفتنا نتبعوا بزاف المجاهدين. جبت له خطره مجاهدين تاع بالرحال منطقه بالرحال مجاهدين كانوا ينشطوا هنايا في منطقه عزيزي الشاوي. يا عمي خميسي البطل انا العزيز انا عيط البطل يا على بالي هذاك هذاك هو تبليس هنا في منطقه عزيزي وكان الفضل يعني قال له هل جزاء الاحسان الاحسان يعني بالمناسبه يعني يحكي لي عمي الشاوي قال لي نهار تبليسيت وقعد في القرعه لهنا ايامات هو مبليسي وقعد في الوقت تاع القرعه كاينه منها قال لي ام بسكر ام علي علي قال لي تبكي وتحوس عليا يعني عندها فضل كبير هذه بالمناسبه نحييوها قال لي تبكي قال لي نهار نجحت ومن عند بالهم مات قال لي نهار هو مسكين كان صغير هكذا يكبر كم يا شيخ كم يا خلاص هو على بالك 17 سنه ولا في الوقت ما يلاقوش كانوا هما صغير كانوا هما ثلاثه عندك الحاج حميد والعيساوي بن شاسي عبد الحميد هذم صغيرين يعطيونا القش نشريو الابره والخيط ونخيطوا لهم ونقلبوا لهم قدام الطبايب وكان قناص ايوا الشاوي هذا كان قناص يحكي لي واحد الوقت طاحوا كروشاج هنا في عزيزي كيما نقولوا احنا نقولوا بالعاميه يسركلوا بهم طاحوا في امبيسكاد وباهي يهربوا يخيل هذا الشاوي يخيل واحد المنفذ فيه زوج جماعه تاع السليقان نقولوا كاينه ذوك الكحلان الاليك هذه صرات له في الاليك ضربهم زوج هذوك قتلهم في زوج وهرب على المنفذ تاعهم وهرب هذا نقول لك انا ماشي نقول لك انني من اسره ثوريه اسره ثوريه بحته جدي شهيد عمي شهيد خوالي شهداء ربي يرحمهم على بها نتبع الامور وين نروح نخدم نتبع مسيره المجاهدين صالية شوف تسري في الدماء شوف غير كلش الا المجاهدين لعمي موسى انا على كل حال كان اني ابن شهيد ونعرف العلم والشرفة اكبر عدد الشهداء لولاية عنابة هي في الشرفة والعند كي يستشهد واحد الواحد في عمره 23 سنة ويما نايا في عمرها 20 سنة انا بابا ما نعرفوش خلاني مولا 3 سنين واختي في القماط واختي الكبيرة 4 سنين وكي جاء الاستقلال نخسبوا فيه مازال حي تعومنا منا وتغسلنا ونجيو مع الطريق وذا نستناه نقولوا بالك بابنا جاي حتى النهار نسمعوا فيها يما تبكي باللي باب استشهد وشكون الناس اللي قالوا لنا استشهدوا هما كعمي موسى كيما هكا هذم هم الناس اللي قالوا لنا راحوا باباك استشهد وما عنده حتى قبر بابا في وقت العيد نبقوا انا شي عندي بناتي قد كم انا راني اليوم جد عمري 65 سنة وعد جد وعندي أحفادي يقول لي يا بابا وين هو قبر بابا نقول لهم روح لجبان الشهداء هارك مهم ممكن كان باباك وعلى كل حال أنا كي نجي للدار هذه ما جيتش للدار عمي موسى جيت لداري أنه رفيق أبي وجيت نسمى لواحد البابا ما قدامني حي المجاهدين أظن راهم فوق بالنسبة لي أنا فوق راسي ومرحبا بالجمعية اللي جاتنا ونشرف بهم وليداتنا والحمد لله كي قعد مولا بيتي حي وراح كافح وروح وقعدنا حيين وجبنا وليدات وربينا تعبنا ووقتنا لليوم مرحبا راني مريضة بقلبي ومركبة ديلا
ولله الحمد ولله الحمد وراني مستحضره هذيك معيه الوفاء اليوم اللي استضفناها في المنزل تاعنا اللي قامت بزياره الوالد تاعي اللي منذ سنين وهو محروم وهو معزول جاهد باه جاب هذا الاستقلال بصح واحد ما قايمه واحد ما رفع له راسه. نشكروا جمعيه الوفاء اللي جات اليوم فضلها هي لي الحمد لله اليوم بدكم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بضيوفنا الكرام بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الشباب. نتشرفوا بجمعية الوفاء اللي بفضلها هي راح يبرز ويبان الوالد المجاهد العزيز الغالي، بفضلهم هم راح يبان التضحية تاعو، بفضله هو راح يبان وراح تسمع به الناس الكل. ربي يعيشه وربي يخليه لينا وربي يخليكم وربي يشكركم ان شاء الله يرحمه. يا ايادي الوطن ارفع الغبن عنا وضمد الجراح النازفة، ولتكن لك في ثورة نوفمبر دروس وعبرة. فما صنع نوفمبر إلا الأيادي المتلاحمة، وما التحمت الأيادي إلا لتفتح باب الحرية والسلام. الثورة ثورة نوفمبر الجزائر بها تفخر، وتعود صدق بطولة يا شعب بلادي تذكر. الثورة خطرة هذه سي في الحاح من سي حمد بوخزن، هو اللي هضر لي عليه، هو اللي اكد علي عليه، هو اللي قال لي اذا كان عملت مزيه الكبيره ارواحهم ارواح تشوفوا احنا هو اللي جاب